الكالسيوم والمغنيسيوم وماده كاين لا مغنيسيوم لا قلاوي مغنيسيوم راه ما كاينش في المغرب كلها اش من مغنيسيوم تا بيمو صافي بدل ما باغي دير فيه المغنيسيوم رفعوا بيا شعوال ما كاين لا مغنيسيوم لا والو اش من مغنيسيوم قلاوي كتاكل ليا في البيس يا الدراري كيما كتشوف معكم ار على فيديو جديد او رياكشن جديد عاوتاني يا الدراري هاد المره الدراري عاود على الريلز انستغرام شوفوا ديما كنقول لكم لا بغيتو تفوجوا وتضحكوا ولا شي بلان بحال اللي عجبكم الريل ديال البارح اللي نزلت البارح المهم فيديو ديال الريلز الانستغرام اللي كندير انا اذا ضحكنا شي فيديو راه كنضحكوا معاه واذا نعم سيدي خرجنا شي فيديو خصو نكريتيكي ونبو راه ما كنرحموهش فهمتوا حيت حنا ما كيزيكزاكيوش معنا الناس فهمت والله اي حاجه حتى فيها خرجت كنوقفوها عن الطريق والحمد لله الدراري عندي بيبليك اللي كيتفاهم هذا البلان هذا وماشي معايا في الخط شوف ديما كنقولها الدراري وحق الربط ديما كنقولها اي واحد معايا في الشين الحمد لله لحد الان راه عقله في راسه ما كاينش غير الشعر هنا كاين داخل كتفتح هاد البلاصه كتجبر العقل فهمتوا بلان المهم الدراري هذه هي اهم حاجه والدراري اللي دخلوا جدادين مرحبا بكم في الشين بارتي اللي كندير فيها الريلز ديال انستغرام الدراري كيكون واحد الفقره ديال الضحك كندخلو وكنخرجو ضحك الدراري باش نكونوا واضحين هذه هي اهم حاجه ثاني حاجه الدراري هذه الليله هذه عاد غيكون فيديو ثاني ما عرفتش لحد الان ما عرفش على بلي غيكون فيديو ثاني جوج حتى ثلاثه الفيديو في النهار نورمال انا كندوي مع الدراري جدد عاود الدراري جدد عاد نهضر معاكم مع انستغرام ديالي ديما كنخلي في البايو الا عجبكم هذا الفيديو تمنى تابونا وديروا جيم والبايو الانستغرام ديالي غتجبروه تماك الدراري دخلوا تماك فرقعوها ضحك اي فيديو كيكون غيتصور ولا غيخرج من تماك الدراري كنعطيو الاراء ديالكم وكيف جاوا شحال من حاجه الدراري باش نكونوا واضحين باش ما نتعطل عليكم بداو الرياكشن جو صافي منين كملوا البوسان اش نقول ليه يلا احنا اول فيديو دخل علينا منين كملوا البوسان شمن بوسان اختي شمن بوسان بارك الله تبارك الله قول لي الله يخلف الله يقوي الخير وانت على على ها كيجيبك الله يقل الحياه قليلة الحياه وانت لي زانفلونسور صافي رجعوا كيخرجوا معنا للطريق راه شحال هادي الدراري نتوما عارفين لي زانفلونسور الاولين زعما اللي بزنس كلاس فهمت ما كانوش كيجاوبوا شوف شوفوا دابا لي زانفلونسور فهمت دخل معاك حتى للطواليت ما عندكش مشكل زعما في اطار الاحترام احسن احساس في الدنيا هي انك مول المغرب فاش كتفطر كتخرج تتمشى وشي وحدين تيبقاو يغسلوا المواعن احسن احساس اسي ما ضحكش على اللي كيغسلوا المواعن انا ضحكتني الهضره ديالو والله ما كنضحك على شي واحد وبالله ما كنضحكش حشومه بقاو حنا نطلعوا على بنادم هنا مزيان تبارك الله ويلي ماما شكون اللي قيدو في الجنيد شكون اللي قيد قال لك قيدات امو في الجنيد بلا خبارو وعيطوا ليه ما كتشري ما كيضحكش الوالدات ماما حشومه ما ديرش الدري هكا ما غنمشيش انا بغيت نمشي للتجنيد ضعيطوا ليش ناري ماما علاش قيدتي الدري حشومة باش يترجلي كولاجين اهيا باش يترج حق ربت هادي هضرة خاصها تدخل في اي واحد الدراري اي واحد قال في الدار طور رجليه نعم سيدي في حلاك في عمره 25 3 تجنيد اخي فهمتي حق امك تقول لك هاد البلانات هاد بوان فينا دابا نجبد الصداع مع الدراري اصلا الحمد لله فهمت ما بقيناش كنشوفوا الدراري بردة النفس بحال اللي كانوا قبل صار بغيت نعوضها زعما فكرنا وقررنا وخدينا القرار وقلنا علاش اللي ما نتزوجوش حنا ما كنقدوش نفرقوا بعضياتنا قلنا علاش اللي ما نتزوجوش راجل واحد ونعيشوا في دار وحده هي انت صاحبتك اللي ما كتفرقوا فكرنا وقررنا وخدينا القرار وقلنا علاش اللي ما نتزوجوش حنا ما كنقدوش نفرقوا بعضياتنا قلنا علاش اللي ما نتزوجوش راجل واحد ونعيشوا في دار وحده ناري هي شاد العجب ياه شرعت أربعة ولكن انت وصاحبتك حاله مصاصيه هذه دابا مشكله
اول بلان طاح لي في بالي الدراري ملي قلت ما كنتفرقوش انا وصاحبتي نتزوجوا براجل واحد. اول حاجه طاح لكم على بالكم شنو هي؟ كتبوا لي في الكومونتير صافي ما نهضرش انا ما غنزبطهاش ما كاينش. مزيان تبارك الله كنلعبونا لا حول ولا قوه الا بالله. شنو بان لكم في بنات 2003 مبزليني؟ والله ما انا اللي كنطلع لكم هاد الفيديوز هما كيطلع. دابا شوف دابا الا بغيت نزول انا هاد الفيديو راه غنتعاد في الاديتينغ وغنشوف هاد الوقت ماشي بحال هاد الوقت وغيتخربق لي الفيديو كامل. يعني الدراري خصنا ندوزو هاد الفيديو طبعا محشومه ما يمكنش ما نعطيوش الفيديو حقه من الاخر. ايوا قول الحمد لله راه مبزلين هي مزيانه ماشي من 1994 قاريه تبارك الله كتلقى قاريه عندها ما تقول في القرايه ولا النيم قاريه ماشي ما قاريه خدامه ولا النيم. عاوتاني كاين واحد ديال البنات قال فاش كيكونوا رقاق يوكلا مانكا كضرب هاد الشهر ما كترضاش كتاكل دردك كتنفخ كتولي وجهها بحال ضربه شهر الحبس كتولي وجهها بحال هكا كتولي بحال هكا هذيك الكاوله اللي كتجيبها عندك باش ديري لك براكاز دخميتها لك في الدار كدير لك زي في الدار كتبلها في قبرات الشهداء. ناري هادشي هذا شكال الدراري بصح شنو بان لكم صافي صافي ما نعاودوش داك الكلمه داك الشيء خطا خرج اصلا غير غلط زيد في ديال 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 وبقى غيغمس ويحشي فدقمو وكويز داتاي ولا كويز ما يقدروش على هادشي يعني. ما عندهمش الكزده ديال هادشي الدراري باش تعرفوا راسكم راه خصك تفتخر انك فهمتي ذاتي ذاتي مغربي وحربي بوان فينال. سلام مونتي لاباس عليك؟ شوف انا فردوس واش عقلتي عليا اللي كنت معاك شحال هادي خطبه ديالك القديمه. المهم بغيت غير نقول لك راني تخطبت وبغيت نعرض عليك العرس حيت قرب الا بغيتي تجي. ودي عاود اخويتي ما سمعتكش شنو قلتي؟ انا خطيبتك القديمه اجي للعرس ديالي راني تخطبت لا بغيتي تجي واخويتي هادشي اخويتي راه حنا تفارقنا هادي 3 سنين سيري سيري اخويتي دابا تفيقي الدري رانا عس سيري اخويتي راني نجوش تي يلا باغا تخطبيو وقت كنقول لك اخويتي راكي ما تتصالحي لوالو كتقولي لي لا رانا اللي كاينه وانت اخويتي 3 سنين وانت مقاريه في الكراج حتى واحد ما سول عليك يا قصف ولد عاود الله كيقصف يلا تفكروك الناس وانا اخويتي ولدي راه هو ولدي راه فينا هو ولدي زنطيط ولا في مترو الله هرب الله هرب حق الله هادشي هذا شمس اشكال تقود قال نبيع التليفون ونشري انت عرفت الدراري داك شنو كان بودكاست ولا نسيت كان شنو قال ما علينا اللي كان دار هبات ما علينا هاد الولد صافا صيفط لامو قال له ماما شوفي اسمع شنو جاوباتو بروتين وصير تخرع تقود قال نبيع التليفون ونشري انت بروتين وصير تخرع من الرجوله الدراري خصكم تعرفوا حاجه دابا التليفون هاد البلاد التليفون واخا خايبه باش نكون واضح ولكن الضغوطات اللي كاينين في المغرب الحاجه الوحيده اللي كتفرح اي فاميليا فهمت هي ملي كيفطر دابا بحال هكا كيشد التليفون حتى التلفازه شكون كيبقى كيديها فيها الدراري شكون واضح شكون كيبقى كيديها في التلفازه فشي تلفازه ولا شي حتى واحد اصاحبي اش كنلعب ولا كيفاش نتحداك تفطر شي نهار في رمضان ما تصومش اقبل تحتي هذه مواوا غادي ناكل فوسط رمضان انا ما صايمش علاش اصلا يلا عندي 21 عام مازال ما وصلت على الصيام وغادي هيا الدراري واش هاد الناس فريمون عايشين معانا هنا ناكل اول نهار هذا رمضان قبل جميع التحت ديال فوسط رمضان يا ربي تسمح لي يا ربي تسمح لي فوسط رمضان وكان اكل عندي عادي مازال ما وصلت على الصيام يلا على التحدي سرط رمضان ان شاء الله بلا ما يجيش واحد يسد لنا شي حاجه حيت كندير التحدي داكشي كيقول
دابا المشكلة دابا غير كومونتر، دابا دار وصلوا فتح لايفات وجات له وردة وقالوا له افتح ما بغيتش نقولها غايصيفطوا له واقيلا شامتي ونصيفطوا لك سبعة يقول له معاك يهبط. شامتوا البلان الدراري هاد النوع هو هذا دابا هذا غا كومنتار قال نتحداك تاكل رمضان يا وعلى بن على جيم عاد في التيك توك ما غادي يربح حتى وزع في الفيديوز فهمت هذا اللي دخل اللايف ولا دخل اليوتيوب وعرف بلي اليوتيوب كيربحوا الفلوس ولا ما شنو غيعمل لكم انا هذا دابا تنوض جماع زنطيطك اصاحبي حول ولا قوه الا بالله سير بوس الخوك راسو عادي الاول ماشي هذا راسي لاخ راسي لاخ سير بوس الخوك انا راسي لاخر ولا كيفاش كتصاحب مع شي بنت كتكون باقا قالك شي عنوان الفيديو فاش كتصاحب مع شي بنت كتكون باقا بيو ياك ولكن كتكونسومي بزاف ديال كتكونسومي بزاف ديال الافوكا لا شنو كيصحابونا حنا مسطين كيبغيو يركبوا فيك زعما يو واخا كتكونسومي ولك راه كتلقى خويا لدنا مبقاش فلاطاي ونبقى غير سليبك انا ما انا كامل بحسن اخويا تبقى سولو ولكن انا عارف ناقصك دلع كيفاش كتصاحب مع شي بنت كتش لا درس البرق فوق ما يمكنش فهمت طيناري مغربة علامة دير شي نهار غادي يطير لك حق انا شي نهار غيهرب لي حق الله كوكو شديد بالكلب قلبي مو خايف الدراري ماشي انا اللي دير لي اشهار شو الشيخ دو دبر كركم سيوم والمانيزيوم بومادا ما كاين لا مانيزيوم لا قلاوي مانيزيوم راه ما كاينش في المغرب كلها اش من مانيزيوم تا بيمو صافي بدل ما باغي دير فيه المانيزيوم رفعوا بيا شعوال ما كاين لا مانيزيوم لا والو اش من مانيزيوم قلاوي كتاكل ليا في البيس ومشي انت نعم سيدي خلص الفلوس على اشهار يطلع الملك يقول لك مانيزيوم شمنطيط تاك الكاكاو الجديد طونكوكو كوكو جديد انا بحق الرب انا كنقول لك شي نهار يهرب لي كتقولوا لي لا تحمقونا ولا ما يمكنش عا مسكينه راه انت اللي عندها وهي اللي عندك راه مشات امك غتشرد عندك الحق كيقول لك لا مات الاب والسد الركبه ولا مات الام والسد العتبه ولا مات انا خشيت بعك في الثقبه انا راه مكتوب مسكينه راه انت اللي عندها وهي اللي هاد الشخص يوقف عند حد دبروش خونا صاحبي شمس اما كي ما كيعطلش خونا ما كيعطلش تسليم شوفي المره الجايه هضري بصوتك ومن بعد بدي وطلعين مرحبا اخويا على الراس والهيد انا غنمشي نطلع على واحد مول الهربل البنات انا وصلت عنده السلام عليكم كي داير اخويا صافا بشحال هربل من 10 دراهم كنصور ماشي مشكل واخا خد راسك صوب لي شي واحد ديال 15 درهم الله يحفظك انا نتسنى انا جالسه كنتسنى خويا ساليتي الله يحفظك والصراحه عشيري ما عندي ما نقول لك مصروع ماشيين انا والدري ولا دريع واللي بان لك عشير خونا بقى مصدوم تمشي وانا ولا ما فهمتش حاجه انا خويا دري الصراحه دري جاتني الضحكه مالك مصدوم عشي تمشي وانا دري دابا اش بان لك فيه دري ولا دري ميمكنش هذا الشيء هذا بزاف زاد عند حدو شحال نتوما خوت في الدار يا بينو 16 ها ما شاء الله امك واخده راحتها ما
ماما كشدة كونجي ولا لا لا الهرب ما عندهم ما عندهم شحال انتم خوت ناري الهرب او ماشي تسكت لا يضحكوش وبازا كتنمر شو قولي شو تقولي لباباك وماماك اليوم من رشيد شو شنو تقولي لهم شكرا بزاف علاش حجبوني قولي شو تقولي لباباك وماماك اليوم لا لا ما يمكنش لاحظ انا سكت ما ضحك الحمد لله اهم حاجه ما ادري كيما كتشوفوا علاش كما هذا الفيديو تمنى تابوناو ديروا جيم الدراري باقي فيديو ثاني ديال هذا النهار ولكن ما عرفتش علاه بغا يكون اهم حاجه الدراري شدوا لايكو الفيديو الثاني اليوم باللي يقدر ينزل بعد ديك الوحده فهمتوا كيفاش ناري راسي شدتني شقيقه في الفيديو فهمت تصطا يقدر الدراري ينزل مع ديك الوحده جوج بحال هكاك فهمت ولكن غتجيبوا بس فور طرا شوفوا ما ادري اذا عجبكم هذا الفيديو تمنى تابوناو ديروا جيم خليو داك اللايك تما تكبر الفاميلي شويه بشويه خليكم دابا يلا peace